So momentum 0, momentum 1 موجودين. That means عندي عندي 1 في momentum 0 احطه هنا, وال1 في momentum 1, وعندي 0 في momentum 2 اللي هو مكانه هنا, عفوا 0, وعندي 1 في momentum 3. This is what I have. معناته momentum 0 momentum 1 موجودين, معناته عندي these two momentums. فلما تاخذ these two terms واضح انه بينهم x bar common factor, معناته الواي تختفي. نفس الشيء لاحظ انه these two terms موجودين, من term 1 and من term 3, اللي هي x bar y plus xy. Again, في عندهم y common factor, so it will be x bar plus x مضروبة في y using Boolean algebra. وهذه تعطينا ايش؟ تعطينا 1, معناته هذه كلها تروح تختفي. فنتيجة these two min terms نتيجتهم هي just y. نتيجة these two min terms is just x bar. فهذه هي الفكرة, يعني الفكرة لكارنو, هذا حبيبنا كارنو. It's a person by the way. هي اسمه كارنو على اسم الشخص اللي طلعها الفكرة هذه. This is how he got the idea. يعني هو فكرته انه يبغى يكتشف هذا من common factors, لأنه هذا it's very easy way to simplify. يعني هذه أسهل طريقة أو أكثر طريقة شائعة على simplification, إنك تلقى common factors وبعدين تشيل ال variables اللي يختفون لما يكونوا عندك y plus y bar ولا x plus x bar دائما تختفي. فهو عشان يكتشف القواعد هذه ف he designed this Carnot map, وقال أوكي شفت لما يكونوا جنب بعض معناته you can do this simplification between algebra. وطبعا خلاص قال you don't have to do this Boolean algebra every time. طلع قواعد ايش هي, انه you don't have to, you just look okay this is a group. فتلاحظ انه الفاريبل y هنا يتغير من 0 الى 1, بينما الفاريبل x bar او x مستقر على 0. So القاعده تقول ايش, انه if you have this case الجروب هذا, that means that الواي حتختفي لانه هي عندك الواي موجوده كزيرو وك1, بينما الاكس حتكون موجوده كبار اكس بار. That's why this group نتيجته ايش, اكس بار. فهذه القواعد. This group مثلا فيه الاكس مره زيرو مره 1, معناته الاكس هو اللي حيختفي والواي حيكون موجود بس على شكل ايش, على شكل واي, لانه موجود هنا الواي على شكل as a value 1. So هذه القاعده البسيطه. بس الملاحظه الثانيه المهمه انه هي الاوريجينال بوين الجبرا من التروث تيبل. وات از اف من التروث تيبل؟ اف اتس ا فانكشن اوف اكس اند واي, تو فاريبلز, تساوي سم اوف ذا مين تيرمز, مين هما؟ 0 1 اند 3. اوكي, اف وي كونفرت ذس تو اكسبريشن, ا بوين اكسبريشن, المين تيرم 0 هو عباره عن اكس بار واي بار, المين تيرم 1 هو عبارة عن x bar y, والمين تيرم 3 هو عبارة عن x y. فإف we try to simplify this using Boolean algebra, حنكتشف أنه x bar is a common factor here between هذه وهذه. plus x y. وخلاص بعدين تقعد x bar plus x y. وبعدين we're gonna get stuck. يعني حنقعد كده نقول اوكي what's the next step. طبعا actually هذا it's a very simple example. The next step here easy actually. What you need to do is انك you just distribute x bar عليهم اثنين, وان شاء الله هذه حتوصلك في النتيجة النهائية. لكن what I'm saying is انه انت مش قاعد تشوف انه لو انت من الاول كنت ذكي واخدت الترم هذا وسويت له اعادة, you can always do that, right? Boolean algebra. ما عندك مشكلة. فلو سويت له إعادة هنا فحتكتشف إيش؟ حتكتشف إنه okay, these two عندهم common factor x bar وتختفي ال y, و these two عندهم common factor إيش؟ y. في common factor y بينهم. وتختفي الاكس. سو النتيجه النهائيه هي اكس بار واي.
بس فكره انك تسوي تاخذ هذا التيرم وتسوي له ريبليكيشن صعب انك تشوفها في البوين الجبرا. It's very difficult. How guess يعني انك you have to repeat this. وبعض الاحيان لما يكون عندك many variables مثلا 4 variables وmany min terms يعني صعب جدا تشوفها في البوين الجبرا. ما هي سهله انك تشوف انه هذا لازم تعيده مرتين او ثلاثه. لكن في الكارنو ماب it is very easy. واضحه جدا انه المين تيرم هذا اللي هو مين تيرم 1 لازم استخدمه مرتين، استخدمه مع الجروب هذا واستخدمه مع الجروب هذا. فهذه هي قوه الكارنو ماب، هذه القوه حقتها. This is the strength انه you can see it graphically يعني صوريا تشوفها في الصوره واضحه جدا انه هذا المين تيرم تحتاجه مرتين، مره مع المين تيرم هذا ومره مع المين تيرم هذا. شوف مستخدم مرتين. بينما في البوين الجبرا it's not that easy to see from the beginning. So هذا هو الفكره اللي جابها كارنو، وليش الكارنو ماب is powerful يعني اسهل بكثير من البوين الجبرا. And we can see these relations. Okay. So therefore people have studied this method وعملوا algorithm، عملوا خوارزمية تخليك في الأخير دائما توصل لأبسط expression بالنسبة للfunction. يعني توصل لنتيجة اللي هي optimal optimization, optimal solution, optimal expression for that function. فأول شيء before we start learning the optimization, let's learn some مصطلحات, some terms or terminology. First, we're going to learn something called implicant. Implicant is the rectangles on the map made up of squares containing ones corresponding to implicants. Okay, so هي مجموعات يكون فيها ones. مجموعات يكون فيها ones. هذه يسموها implicants. مجموعات جيران لبعض، جنب بعض. A prime implicant أولي is a product term obtained by combining the maximum possible. So هذه الكلمة مهمة. Maximum possible number of adjacent squares in the map into a rectangle with the number of squares a power of 2. Okay, لازم يكون حجم الجروب المجموعة power of 2. يعني 2 1 طبعا 1 is a power of 2 also. 2 to the power of 0. 1 2 4 8 16 وهكذا. A prime implicant is called essential if it is the only prime implicant that covers the or includes one or more minterms. إذا كان فيه minterm يغطيه one implicant فقط ولا one prime implicant فقط، فبالتالي it becomes ضروري essential، لازم نحطه في النتيجة النهائية. النهاية. Prime implicants and essential prime implicants can be determined by inspection of the K-map. يعني بالشوف الK-map وتكتشفها يعني بالنظر. So تقعد تبحث عنها وتنقاها. A set of prime implicants covers all minterms if for each minterm of the function at least one prime implicant in the set of prime implicants includes the minterm. So لازم تطلع set of prime implicants، مجموعة prime implicants، بحيث انك في النهاية لازم تك all the minterms. يعني احد الاهداف ايضا انك لازم تغطي كل الوحدات كل المينترمز في الكايماب بالبرايم امبليكانس، ما تخلي واحد ما هو مغطى، لانه لو خليته معناته انت نسيته ما دخلته في الاكسبريشن النهائيه. سو خلينا نشوف على ارض الواقع التطبيق هذا ورزت مين. سو سبوز اي هاف ذس Carnot map. All right. So this is a 4x4 K map. The function, the variables, is from A, B, C, D. فهنا عندي two variables A, B. وهنا variables C, D. Okay, هنا variable A, B bar, A B bar, يعني 1 0 عفوا
اي بي يعني 1 1، اوكي، وهذا 1 يعني اي بي بار. لاحظ هنا this is the b، يعني هنا البي تساوي 1 وهنا تساوي 0. شوف هذه بي وهذه بي بار، فهنا البي اي بي بار وهذه اي بار بي بار وهذه اي بار بي. دكتور يس، كيف عرفت ان مثلا المكان هذا اي بار بي بار واللي تحته اي بار بي عادي؟ كيف عرفت؟ هذه يعني... هذا كارنو بحق 4x4، ما شفته قبل؟ اللي هو انا خدت من اول السنه الماضيه فنسيت. So الكارنو مابس، عندك الكارنو ماب 2x2 أو كارنو ماب 2x4 لما يكون عندك 3 variables، وعندك الكارنو ماب 4x4. So هنا في حالة إيش؟ في حالة function، مثلا عندك function of 2 variables مثلا a b، ف you put one variable here and another variable here. فال variable a could be can be 0 or 1. وال variable b can be 0 or 1. فتحط كل variable على dimension. If you have a function of 3 variables so معناته عندك how many minterms؟ طب هنا minterms معناته minterms عندك من 0 إلى minterm 3. كم عندك minterms if you have 3 variables؟ 7 من 0 8 من 0 إلى M7. في هنا المين تيرم 0، نحط المين تيرم 0 هنا والمين تيرم 1 هنا والمين تيرم 2 هنا والمين تيرم 3 هنا. If you have a 3 variables حيكون عندك 8 مين تيرمز، فلازم اذا 8 squares 4 4. هنحط هنا one of the variables مثلا a، هو الافضل نحافظ على نفس الترتيب، خليها نفس دائما نفس الترتيب A B C. فنحط هنا A وهنا B C. A can be 0 or 1. بالنسبة لB C عندي أربع حالات، عندي 0 0 0 1 1 0 1 1 right. فأحطهم هنا، فهذه حالته لأنه 0 0 يعني B bar C bar، هذه حالة 0 1 اللي هي B bar C، وهذه حالة ال1 0 اللي هي البي سي بار، وهذه حاله ال1 1. المشكله if I do this what happens، يعني هنا من ترم 1 اللي هو a بار b بار c، وهذا من ترم 2 اللي هو a بار b و c بار. If I do that, suppose in my function f هذه فيها المين terms 1 والمين term 2 وهذا مين terms مثلا مش عارف انا 4 و 7، ففيها المين term 1 and 2. معناته هنا في المين ترم 1 I have 1. فإف I draw this again so في مكان المين ترم 1 I have 1 وهنا I have 1، وعندي في المين ترم 4 وين ال 4؟ 4 هو ايش ال 4 بالباينري؟
1 0 1 0 0 يعني هنا هذا الفور. فكيف تعرف رقم المينترم الموجود في البوكس؟ تشوف الباينري نمبر، تشوف 1 0 0 معناته هذا رقم 4. رقم 7 وين؟ 1 7 بالباينري هي 1 1 1 1 1 1 يعني هنا. So الالغوريثم هو او فكرة الكارناب اللي وضحتها لكم ايش تقول؟ تقول انه اوكي لما يكون عندك اثنين ونات جنب بعض زي هذا مثلا جنب بعض معناته ممكن يصير تبسيط، لانه بالبوين الالجبرا الوان هذا ايش هو؟ هو A بار B بار C، والوان هذا ايش هو؟ بلس A بار B C بار. ففي كمان فاكتور A بار ممكن اخذه B بار C بلس B C بار. اوكي بس وين التبسيط؟ ما اختفى شيء، ما في تبسيط. ليش ما في تبسيط؟ لانه الفرق بين المنتوم هذا والمنتوم هذا It's not only one variable. كم في فرق بينهم؟ شوف ال B هنا مختلفة، مرة B بار ومرة B، وال C هنا برضو مختلفة، مرة C ومرة C بار. فإذا في two variables مختلفين بينهم. So غلط أن نحطهم جنب بعض. This is the mistake. The mistake إنه إحنا حطينا المنتوم هذا جنب المنتوم هذا. For that's why this is what they do. They don't. What we do is we put the minterm 1 1 هنا 1 0 هنا. Now في الحالة هذه المينترم موجود هنا هو 0 1 1، يعني عندي هنا في ال A bar B C. If that's the case لأن تفهمنا ليش غيروا هذا من the two places فخلوها 0 0 0 1 1 1 1 0. في الحالة هذه these minterms مكانهم هنا خطأ لأنه تغير الترتيب. إذن minterm 1 بالباينري what is it؟ What's 1 بالباينري؟ 0 0 1. Okay, so where is 001? It's 001 هنا. What about minterm 2? 010. When is 010? عفوا انا ما غيرت هذا عادة صح؟ زي فوق زي اللي فوق. So مش منتبهين الشباب معي. شباب اليوم مش منتبهين. 10. اوكي لا لا معك يا دكتور. اوكي سو 2 هو 010 وير از 010 يعني هنا. بعدين ال4 هو 100 هنا، وال7 وين هي؟ 111 اخر شيء علينا. اوكي 111 اورايت سو اكشلي ما في جروب هنا فعلا ما في، وهذا ليش؟ لانه اصلا كانت these two minterms اللي هم minterm 1 هذا minterm 1 وهذا minterm ايش 010 وهذا minterm 2 minterm 1 و 2 there is no simplification ما نقدر نبسط بينهم. فبالتالي ها وفعلا في الكارنو ماب ما هم جنب بعض فما في simplification. ف when you organize it this way you can see انه ما في simplification. Let's suppose we have another example. Let's suppose I have 3 and 4 no 7 3 and 7. Okay so 1 2 هذه هنا، 3 وين هي؟ 3 هنا A1 وB1 0 1 1 0 1 1 شفتها 3 0 1 1 0 1 1
So 3 in binary, which here 3 in binary? 0, 1, 1. Well, 7, 1, 1, 1. ف 3 in binary 0 1 1 يعني هنا و 7 هي 1 1 1 يعني هنا. اوكي okay, if we look at this now في عندك جيران فعلا هذا جيران مثلا هذا وهذا جيران So هذا من term A bar, B bar, C bar. هذا من term A bar, B, C. هذا من term A, B bar, C bar. اللي فوق C bar. A bar, C bar. ويني؟ الأخير. صحيح أحسنت. وهذه A, B bar, C. وهذه A, B, C. واخيرا A B C bar. So these two minterms ايش هما؟ من هما؟ اللي هم المنترم هذا A bar B bar C plus المنترم هذا هو A bar B C. Now if you look at this عندي A bar C هي common factor شوف A bar C common factor شوف يعني if I take this common factor so it becomes b bar plus b مضروبة في a bar c والb تختفي so there is a simplification يعني هذا الجروب it simplifies to ايش a bar c واللي هي حسب القاعدة اللي قلنا انه you don't have to do the Boolean algebra you just look at the Carnot map من الكارنو map تعرف انه هي a bar c كيف تعرف انه هي a bar c لانه في الجروب هذا اللي a هي مستقرة في الصفر يعني a bar وهنا السي مستقرة في الواحد شوف السي تساوي واحد هنا وتساوي واحد هنا فهي مستقرة في الواحد معناته السي موجودة البي تختلف مرة صفر مرة واحد فالبي تختفي نشيلها نخلي بس اي بار سي خلينا نطبق القاعدة على بقية الجروبس هاو عندي جروب آخر هنا هنا الاي تختفي لأنه اي مرة صفر مرة واحد في الجروب هذا تختفي ما في اي بالنسبة لبي هل في بي نعم لأنه مستقرة في الواحد وما في عليها بار بي بي وربط سي نعم موجودة ومستقرة في الواحد يعني ما عليها بار بي سي وربط this group تختفي بس اللي تختفي هي السي لأنه مرة واحد مرة صفر والاي مستقرة على بار اي بار والبي مستقرة على one ولاحظ أنه هنا في الكارنو ماب اكتشفنا أنه المنترم هذا اللي هو A bar B C لازم نكرره ثلاث مرات اللي هو من term 2 هذا نعيد تكراره مرتين مرة ونعيد تكراره مرة ثانية نحتاجه مرة نحتاجه ثلاث مرات عشان نسوي اختصار زي جيد so في النهاية النتيجة الفانكشن F كانت some of these minterms من term 1 اللي هو A bar B bar C plus من term 2 اللي هو A bar B C plus من 3 اللي هو هذا هو 3 من term 2 هو كده A bar B C bar B C ومن term 7 A B C فزي ما قلنا زي ما قلت لكم نكتشف انه في الكارنو ماب في 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 البوين الجبر از فيري ديفيكولت تو سي لكن في الكارنو ماب اتس فيري ايزي تو سي انه 3 هذا هذا 3 لازم نعيدها مرتين نعيدها مره ونعيدها مره ثانيه لانه نحتاجه مرتين فنعيدها هنا اي بار بي سي ونعيدها مره اخرى اي بار بي سي لانه احتاجه استخدمه الحين احتاج احطه مع هذا عشان في common factor وبعدين احتاجه مع هذا عشان في common factor بينهم اللي هو بي سي واحتاجه مع حبيبنا هذا لانه في common factor بينهم ايش اي بار واسوي اختصارات حلقة في الأخير إنه حلقة إيش إنه
هنطلع لي A bar C اللي هي الجروبس هذه B and A bar B. اوكي سو لو ما كان في كارنو ماب كنا صعب انه نكتشف انه هذا لازم نعيد ثلاث مرات او مرتين. It's not that easy. لكن في الكارنو ماب it's very easy to see. لما يكون عندك أربع variables A, B, C, D فيو نيد تو هاف ا كارنو ماب لازم يكون فيها 16 من terms to the power of 4 يعني 16 من term يمشوا من من term من من term 0 إلى من term كم؟ 15 لا 15 مين قال 16؟ مين قال 15؟ الله ما سمعت كويس فأجان نحط الvariables A, B هنا وtwo other variables هنا نفس الترتيب 0, 0, 0, 1 لكن لازم هنا نحط ترتيب 1, 1 نقلب ما نحط 1, 0 نقلب زي هنا 1, 1 1, 0 وهنا 0, 0, 0, 1 1, 1, 1, 0 لازم نقلب هذا عشان نخلي المينترمز اللي هم بينهم اختصار جنب بعض المينترمز اللي بينهم اختصار جنب بعض. Therefore, if you look at the order of the minterms, هذا minterm 0, 0, 0, 0, 0, هذا minterm 1, هذا minterm 2, هنا, وهذا minterm 3. So minterm 2 و 3 مقلوبين. بعدين هذا minterm 0, 1, 0, 0, هذا 4. Minterm 5. وبعدين 6 و 7 برضو مقلوبين. بعدين وين minterm 8? وين هو minterm 8? What's 8 in binary? 8 in binary هي 1000 هذه 8 in binary وين هو 1000 هذا 10 فاذا هو هنا من ترم 8 ومن ترم 9 هنا ومن ترم 10 وال11 مقلوبين برضو لانه 10 بالباينري هي 1010 هذه هي 10 وال11 بالباينري هي 1011 وبعدين عندك من ترم 12 من ترم 13 وبعدين اخر من 2 من ترمز اللي هما 15 و14 ومقلوبين سو الترتيب هذا لازم تحفظونه حفظ بالتدريب لازم تحفظونه very important تحفظ التدريب هذا او الترتيب هذا Okay, so suppose I have this example of a function f of four variables a, b, c, d. So it's the sum of the min terms, min huma. هذا قلنا مكان من ترم 0 معناته 0 موجود 0 ترم 3 ومن مش موجود 2 3 موجودين و 4 6 موجودين 4 لا 4 مش موجود 0 1 2 3 4 مش موجود احسنت 5 7 5 7 5 7 بعدين هذا 8 9 8 9 11 8 9 14 و 13 14 15 13 و 15 هذا هم المنتج. إن بوين الجبرة يعني A B C D في من ترم 2 ثلاثة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ينهار زي بعضه ما حد كفي هذا ها في هذه ما في الا كذا وضحت الفكره يا دكتور واضحه ان شاء الله اي وضحت وضحت باذن الله اي وضحت
كم قلنا في مين ترم؟ 11 لا خلاص هذا 8 واحتاج بعدهم زي 3 في مين ترم 0 وش معناته؟ معناته كان عليهم كلهم بارز من ترم 2 معناته بار بار هذا ما عليه بار من ترم 3 يعني بار بار هذا ما عليهم بار 0 0 1 1 what about 5 5 يعني 1 0 1 7 هذا ما عليهم بار 8 هنا 1 وهنا 0 9 هنا 1 وهذا 0 وهذا 1 10 1 0 1 0 11 1011 13 13 وش هو 13 بالباينري 8 و 4 1 يعني 8 هذا الوحيد يحط عليه بار اخيرا 15 كده خلاص so this is how you make it as a boolean expression so this is not simplified boolean expression not simplified we need to now simplify it So, أول شيء ساعة نبغى نتعلم what is a prime implicant. What's a prime implicant? Prime implicant هو كل المجموعات اللي هي حقة الوحدات. عفواً. What's an implicant or prime implicant? So, what's an implicant أول شيء؟ خلينا نسوي الصورة هذه كم مرة. So, an implicant هو أي مجموعة حق فيها ones. لكن تكون power of يعني عندك مجموعات مثلا ابو واحد هذه كلها implicants لانه power of 2 واحد هو power of 2 عندك مجموعات ابو اثنين ها برضو ايضا حتى الاثنين اللي يكونوا جنب بعض من الجهه الثانيه يعني لازم تفكر في الكارنوب هذه وكاني ملويه وكاني ورقه وتلويها كده لما اذا تاخذ ورقه وتلويها كسلندر الوان هذا يصير حبيب الوان هذا يعني جنب بعض ايضا حتى الوان هذا يصير ايضا جنب هذا وممكن يكون تشكت بين الجبرا انه بينهم بس اختلاف وان فاريبل دائما لازم في الجروبس هذه يكون في اختلاف وان فاريبل ايضا هذا هل نسيت اخر جروب ابو اثنين؟ اي دكتور اللي تحت اليمين واليسار اللي تحت اليمين نعم هنا شفت هذا مثلا ايضا جنب هذا وهذا جنب هذا هذا كلهم implicants نسميهم ايش؟ implicants now some of these are prime وفي جزء منهم it's not prime مين هو البرايم؟ البرايم هي اوكي لحظه ما كملت هذا سوينا جروب ابو واحد وجروب ابو اثنين هل في جروب ابو ثلاثه اي يا دكتور لا ما في لانه ثلاثه is not a power of 2 قلنا يعني فور power of 2 اربعه في جروب ابو اربعه ايه نمشي لجروب ابو اربعه ناخذ اللون ايش نبغى ناخذ اللون جميل اخضر ولا بنفسجي اخضر باه جروب ابو اربعه يلا مين هم في عندك هذا جروب ابو اربعه في عندك هذا جروب ابو اربعه يا نهار ده الصوره صارت زباله في هذا جروب ابو اربعه في ايضا هم اربعه لازم حتى اللي هم من فوق وتحت جيران بعض تمشي وفي ايضا الجروبس الاربعه اللي هم في الزوايا شوف هذا في الزوايا هذا ما في لون ممكن الاصفر هذا اللي في الزوايا هذا ايضا جروب ابو اربعه من الزوايا حتى اللي في الزوايا ايضا يعتبر جروب لكن الجروب هذا ايش اللون نختاره مش عارف ما في لون يبان كويس اسود الجروب هذا شوف الجروب هذا هذا غلط لانه لو حولته الى بوين الالجبرا حتلقى انه ما في مشتركات بينه هذا الجروب
ولا جروب هذا برضو غلط. هذا مغلط غلط. ما في جروب يمشي كده الدياجنون، ما في. حولها من ابوين الجبرا وتشيك فور يور سيلف انه ما يمشي. اوكي هذه كلها امبليكنتس. في بعضها ممكن نسوي جروب سبو 8 لان 8 ايضا باور اوف 2. 5 و 6 و 7 لا، لكن 8 في. لكن هل في 8 جنب بعض في الماب هذه؟ ما في. طبعا ما تقدر تسوي جروب ابو وحدات مش جنب بعض. مثلا تقول والله ابغى اسوي جروب احط الواحد هذا في جروب مش عارف انا مع هذا مثلا، ما يمشي. سنط هذا كل واحد وحده، لازم يكونوا جنب بعض جيران، لازم يكونوا كونكتد. طبعا ايضا مثلا ما تقدر تسوي كده ابو اربعة، لانه ليش؟ لانه صحيح هذا جيران بس هذا وهذا مش جيران، ما تمشي. You can also check it between algebra إنه زي ما قلنا هذا this group أو the groups اللي كده أربعة بعض ما يمشي. You can check إنه these are not. بس رغم اللي هما neighbors لكن في فرق أكثر من one variable بينهم. فالgroups لازم تكون ياد معناها تمشي صف أو عمود، يعني تمشي أفقي أو عمودي، أفقي أو عمودي. ما تمشي بطريقة مخربطة كده diagonal. الحالة الوحيدة اللي هي اللي هي هذا من اللي في الكورنر تشوف تحس ان هم من لا افقي لا عمودي، لكن حقيقة في افق، في افقي كده شوف وفي عمودي كده. You can check it either between algebra and it's true. So this is the only group اللي يمشي اربعة weird شوي تحسهم كده ما هم جيران، لكن هم زي ما قلت لك لو انت فكرت في الماب هذا كأنه كأنها ورقة ولفيتها ففعلا يطلع هذا وهذا جيران وهذا وهذا جيران وهذا وهذا جيران وهذا وهذا جيران، فكلهم جيران. اوكي هذا كلهم implicants، يعني as you can see في so many implicants. طيب في جزء منهم prime وفي جزء منهم مش prime. البرايم هم implicants ان يكون ما هم جزء من اي implicant اكبر منهم. يعني مثلا لو احنا اخذنا implicant هذا اللي هو الاثنين هذا مع بعض هذا implicant صحيح، لكن لو انت شفت في امبليكت اخر اللي هو الاخضر الابو اربعة هذا يحتوي الجروب الامبليكنت اللي ابو وحدات تماما، يحتويه it contains it، يغطيه تماما كاملا. شوف يغطيه كاملا. ما دام الجروب الاخضر هذا الامبليكنت الاخضر يغطي الاحمر تماما معناته ان الاحمر هو البرايم والاحمر الاخضر هو البرايم عفوا والاحمر هو السنتر برايم. خلاص سو اوت اوف ذيس مش كلهم برايم. لاحظ انه كثير منهم يعني داخلين في جروبس اكبر منهم فبالتالي ذي نوت برايم. لاحظ انه مثلا هذا الجروب برايم لانه ما في جروب يغطيه تماما. هذا الجروب برايم هذا الجروب برايم لانه ما في جروب يغطيه تماما. حقين الزوايا بعد الزوايا برضه برايم لانه ما في جروب يغطيه تماما. اوكي برضه الجروب هذا برايم لانه ما في جروب يغطيه كله تماما. صحيح في جروبس اخرى تغطي جزء منه، مثلا شوف ال1 هذا في جروب اخر يغطيه، ال1 هذا في جروبين يغطيه، في ال1 هذا في جروب اخر يغطيه، لكن ولا في جروب يغطيهم كلهم مع بعض. وعنده مشكلة عنده الواحد هذا ما يغطي حد، أو ربما في جروب هذا يغطي. أبو أربعة هذا نسينا هذا أيضا جروب برضو برايم. ليش؟ لأنه ما في جروب يغطي الواحد هذا كله تماما. لاحظ في مشتركات صحيح، مشترك مع الجروب هذا مشترك مع الجروب هذا، لكن ما في جروب يغطيه تماما. لكن لو تقول لي مثلا لو تقول لي الجروب هذا اقول لك it's not prime. ليش؟ لانه في الجروب هذا الكبير يغطيه تماما يحتويه تماما داخله ما في. اوكي لو قلت لي الجروب هذا اقول لك it's not prime. ليش؟ لانه في two groups يغطوه، في هذا يغطيه تماما وفي برضو الازرق هذا يغطيه تماما. it's not prime.
باك again. لو قلت لي مثلا الجروب هذا it's not prime. ليش؟ لأنه في two groups يغطيه تماما. في الجروب الأحمر هذا يغطيه تماما والجروب الأزرق هذا يغطيه تماما. So it's not prime. في الجروب هذا شو رأيكم فيه؟ برايم ولا مش برايم؟ تلخبط في الألوان دكتور. أي واحد؟ أي واحد دكتور؟ الأسود هذا هذا. لا ما هو لا مو برايم. لا لا مو برايم. ليش؟ في واحد اسمهم. في واحد اسمهم كلهم. اللي هو هذا الجروب. أيوة. العمودي هذا. شفت العمود هذا كله يغطيه تماماً. العمود هذا كله يغطي تماما فايس نوت برايم وهكذا دوليك. سو ذس فهمنا الايديا حقت البرايم. ايه وراحت يا دكتور. لازم وراحت. لازم نطلع جروبس اللي هم امبليكنس اللي يكون ما يد ما في حد يغطيه تماما اكبر منه. اذا الفكره انه عشان نلقاهم تماما شو نسوي؟ الفكره انه دائما عشان نطلع البرايم امبليكنس نبدا باكبر جروب. نقول يلا هل في جروب ابو 8؟ لا ما في جروب 8 ما في. اذا هذه ما في. ننزل للجروبس اصغر شويه. هل جروب هل في جروب ابو 4؟ ايه كثير في. كثير. فنبدا نحطهم. هذا جروب ابو 4 هذا جروب ابو 4 هذا جروب ابو 4 وهذا جروب ابو 4 وهذا اللي هو في الكورنر جروب ابو 4. اوكي فحطيناهم كلهم. في غيرهم؟ لا فيه. باقي اللي في مين؟ باقي اللي في هذا كده برضو هذا جروب وما في جروب يحتويه كله تماما. فطلعناهم كله. ممتاز خلصنا. هل كل وحدات مغطين؟ ايه دكتور. ايه خلاص. اذا ما ننزل الى جروب ابو 2. ابو خلاص we stop here. نوقف ما دام غطينا كل الوحدات نوقف. لو سوينا الطريقه هذه نضمن انه كل الجروبس اللي حطيناهم برايم برايم امبليكيتس 100% بكل تاكيد. اكد لكم. شفت الالجوريثم؟ اعيد. تبدا دائما من اكبر جروب. ان فاكت نسيت حتى في جروب اكبر من 8 هنا. ممكن يكون في جروب ابو 16 باي ذا واي. بس جروب ابو 16 معناته كل الوحدات. فهو يعني بصفة عامة صعبة. لأنه لو كلها وحدات معناته الفانكشن إيش تساوي؟ صفر؟ لا واحد. واحد كلها وحدات دائما ترو. فدائما نبدأ بأكبر جروب أبو 16. بس يعني صعبة قليل قليلا يكون. بس ممكن تصير ممكن تصير. ترى تلقى أنه كل الدنيا وحدات فخلاص F is equal to 1. ما في simplification هي أنه كل variables يروحوا كلهم يختفون تبقى F is 1. بعدين تشوف أبو 8 تشوف الابو 8 تشوف المجموعات ابو 8 اللي جنب بعض. اذا كان في وحدات لسه مش مغطيه تنزل للجروبس الابو 4. اذا خلاص غطيت كل الوحدات انتهى توقف. فاذا كان لسه في وحدات مش مغطيه تنزل الابو 4 تلقاهم كلهم. اذا لسه في جروبس مش في وحدات مش متغطيه تنزل جروب ابو 2. اذا لسه في وحدات مش متغطيه تنزل الى جروب ابو كم؟ 3. 1 خلصنا. 2 ننزل الى 1. يعني ممكن تصير انه تلقى في 1 مش مغطي ما تقدر تحطه في اي جروب تضطر تحطه وحده. خلاص. But this is the idea انه we start from the big and we go smaller until we نغطي كل الوحدات. لما نغطي كل الوحدات نوقف. الجروبس اللي لقيناها هذه هي البرايم امبليكنس 100% دائما هذا يشتغل. ما ابدا ما مستحيل يكون خطا. هذا الالجوريثم لو حفظتوه تبعته دائما توصلوا للبرايم امبليكنس فور شو. اوكي ماي تايم از اب سوري فور تيكينج لونجر. خلاص نخلص يوم الثلاثاء ان شاء الله. يعطيك العافيه دكتور. يعطيك العافيه ان شاء الله. على خير. يعطيك العافيه دكتور. شكرا لك.